مشاهدينا الكرام، إذا بدايتنا ستكون تاريخية حضارية ومن مدينة مأرب القديمة، مدينة السدود وأمجاد الحضارة. مدينة مأرب القديمة هي المدينة التي نشأت في كنفها الحضارة السبائية القديمة، استوطنها أيضا القبائل اليمنيين الأصلاء والأصيلين في بداية الألف الثاني قبل الميلاد. مأرب هي أرض السدود، وقد كان لوجود السد في مأرب أثر عظيم على حياة المدينة في الماضي الصحيح، حيث غدت مركزا تجاريا وزراعيا شهيرا في العالم القديم. كما أن الموقع الجغرافي للمدينة قد عاد عليها بمزايا كبيرة، حيث كانت العاصمة قريبة جدا من نهر الدهنة القديم الذي كانت نقطة التقائه مع جبل بلق، مناسبة جدا لبناء السد، حيث استغل السبائيون هذه الميزة وبنوا سدا في تلك المنطقة التي نشأت بها حضارتهم، وبدأوا يمارسون الري والزراعة إلى أن وصلوا إلى مستوى عال جدا من الازدهار. إذن تفاصيل أكثر سماحهم مشاهدينا الكرام سنتعرف عليها نحن وأنتم في هذا التقرير. مدينة مأرب القديمة، العاصمة الإدارية لمملكة سبأ حتى القرن الثالث الميلادي، حين تزعمت وهيمنت قبيلة سبأ الكبيرة على بقية القبائل التي حولها، فكانت عمود التاريخ اليمني القديم وتكوينه السياسي الكبير، وهي من أكبر المدن القديمة في اليمن، ويعود تاريخ الاستيطان فيها إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد. يحيط بها سور يبلغ طوله 5400 متر، وبنيت أبراج ضخمة تتوزع بشكل منتظم على السور، وقد اكتشف مؤخراً 7 بوابات للمدينة موزعة على مختلف الاتجاهات، وتحتوي المدينة بداخلها عدداً من المعابد وقصر الحكم سلحين الذي ورد ذكره في أحد النقوش، وهي اليوم بكل مكوناتها من أسوار ومن مباني ومن قصور ومن معابد، خرائب متناثرة وأطلال مطمورة على أنقاضها شيدت في العصر الإسلامي مدينة أخرى مبانيها من الطين هجرها أهلها بعد أن تداعت أركانها، ومن أبرز معالمها مسجد سليمان. تذكرك هذه الأطلال بحقبة زمنية غابرة عاشت فيها المدينة أوج قوتها وعزتها وجبروتها، متخيلاً عند مشاهدتك لها ومتسائلاً هل يمكن أن يعاد مجد هذه المدينة في العصور اللاحقة بعد أن خف وميضها وتهدمت مبانيها ورحل أهلها؟ هي مأرب الجميلة بتاريخها وبحضارتها وبسدها أيضا، الذي يذكر عندي مشاهدينا الكرام هنا في أحد الروايات أنه كان يروي وفقا للصور الجوية كان يروي أكثر من 72 كيلومتر مربع، مساحة شاسعة جدا كان يرويها قديما. صحيح. هذا السد من أشهر السدود في العالم، خاصة السدود التاريخية التي تناولها كثير من علماء علم الإنسان وعلماء الآثار حول العالم.